ربيع تمام باقي حديده تكفى جعل كل امرك خير ما فيها مساعده برضه ما شاء الله يا الادب وش طبعا كان الافضل اختيار الماده الناقصه وش سؤال للتنويه للمرات القادمه كان اكتمل وسلمت لا بعد الوقت وش سؤال السؤال يقول والله ما تسلم مني كم مره حج النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده اجابتك مرة واحدة على بركة الله نشوف صح هذه الإجابة لو أني ما أخذ التحدي يا ما في الدور الثالث لا ما يعتبر ما هذا يعتبر اكتمل هذا لد أزرق لد هذا شبابيك مظلة بالأزرق كذا ورني بيوت الرابع وش تختار موية من وين أتحداك تأخذ من عندي يا ربيع عند ربيع وجبر جبر جبر لو شلت الموية منه صار منتف لا 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 قبل شوي بار فيك يا اسلم والله يا ساتر يا ساتر ضيع يا ابن ابي طاقيتك تطلع دهاب طاقيتك ايش ذنبي يا اخي تكفى يا ربيع يا سلام جوالك انت ربيع راح تحالف مرة اخرى على جبر ما نعم صديق الموثق ها هذا عمنا هذا جبر ولا مستودع بعد الطلبات كلها لا والله اعطني من المستودع الله لا يفشلنا تنقت وتنقت انت يا الرسي ماني بحاضر زواجك ترى مسود الله وجع دوم خففت عليك يا رجال بس ترديت لكني ترديت في رجال يا رجال لا هو اللي تردى فيني هو اللي تردى ايش تقول فيا محمد يا حسنت يا علمان ونعم يا ابو محمد راحت الماي والمستودع هذا وانا صامت وساكت سببت لهم ربكه وش عاد لو اني اتكلم مثلك وش عاد لو اني اطامر مثلك قاعدني فاض خلاص صار جديد سمية اكتب اسمها يا ربيع ابشر سمية السلام عليكم